فطر المبارك. ان شاء الله ربنا يحفظ شعب مصر كله ويزيح عنا الوباء والبلاء. طبعا من اهم المشكلات اللي احنا بنواجهها في حياتنا اليوميه هي مشكلات سوء التغذيه، مشكلات الجهاز الهضمي، كمان اطفالنا في ولد نحيف، في بنتي سمنه مفرطه. طبعا كل الحاجات ديت عايزين نعرف الاجابات بتاعتها. والحلقه النهارده صراحه مميزه جدا لان احنا معانا دكتور استاذ احمد ابراهيم محمود، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا معلش ممكن تعرفنا بحضرتك؟ انا دكتور احمد ابراهيم، اخصائي تغذيه علاجيه، حاصل على 5 دبلومات في التغذيه العلاجيه مع قومية التغذيه من جامعه عين شمس، من كذا مكان. شغال في المجال ده بقالي فتره كبيره، وانا النهارده موجود نفسي ان انا افيد الناس. تمام. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه عيد الفطر المبارك، اتمنى ربنا يزيح الوباء والبلاء. والوباء ده اللهم امين يا رب. وطبعا البيتي فور بقى والكحك والكلام دوت، فانا جاي مخصوص عشان اتكلم عن الكحك البيتي فور. اكيد السوشيال ميديا كتير عن التغذيه والتغذيه العلاجيه، ايه مفهومها؟ هو التغذيه عامه بصفه عامه، بعيدا بقى عن المفاهيم الاكاديميه والكلام دوت، ممكن يعني اقولها لك يعني تعريف بسيط خالص ينفع الناس. اي نوع اكل او اي طعام سائل او صلب يدخل ايه جسم الانسان، تمام، عن طريق الفم. بس لازم يكون معاه ان هو بيؤدي وظيفه من وظائف الايه الجسم، الوظائف الحيويه للجسم. اكيد اكيد. يعني اي اكل يخش بيؤدي وظيفه هو تغذيه، ما دون ذلك هو مش تغذيه. اللي هو اللي هو ممكن يضرني ما يدينيش وظيفه. بس مش كل اكل يخش الجسم بيفيد. ما طبعا، ما عشان كده بقول لحضرتك التغذيه السليمه والتغذيه اللي هي فعلا اسميها كلمه تغذيه، هو اي طعام سائل او صلب يدخل جسم الانسان ويقوم بوظيفه من وظائف الايه الجسم. ايه هي الوظائف؟ بتنصح بايه بالظبط؟ اللي تشرب ايه؟ اللي تاكل ايه؟ حاجات كتير جدا، بس اهم حاجه ان الوجبه بتاعتي تكون يعني محتويه على كل العناصر الغذائيه بتاعتها. احنا عندنا 7 عناصر غذائيه مهمه جدا، لازم الوجبه بتاعتي تكون تحتوي على الـ7 عناصر دول. أكيد. عندك الكربوهيدرات، عندك البروتينات، عندك الدهون، عندك الفيتامينز طبعا والمعادن كلها. عندنا الميه ده شيء اساسي جدا ومهم. مفيش حد يقول لك بس انا بخسس دلوقتي فانا الدهون ما ينفعش اكلها. الكلام ده طبعا غلط خالص. احنا أكيد. بنعمل توازن في الوجبه الغذائيه بتاعتنا. حصل التوازن حصل الوزن المثالي والوزن الكويس. تمام. طيب حضرتك، احنا عرفنا ان حضرتك مؤلف كتاب عن التغذيه، فطبعا كون حضرتك تالف كتاب ده باخد طبعا مجهود جبار. طبعا ما تالفش ما تالفش في النهارده او بكره. كنا عايزين بس نعرف حضرتك تكلمنا عنه، تتكلم عن ايه؟ والله الكتاب دوت يعني هو حصيله 11 سنه خبره. بسم الله ما شاء الله. في المجال ده. وانا كاتبه فعلا من خلال خبراتي العمليه، بعيدا بقى عن الدراسات الاكاديميه برضو، لان كده كده في الاول وفي الاخر المواطن العادي او الانسان البسيط مش محتاج ان هو انت تكلمه عن مش عارف كام سعر حراري بتعمل ايه ومش عارف ايه بيعمل ايه. هو محتاج ان انت تكلمه عن حاجات يكون خطوات عمليه حقيقيه ينفذها يحصل على الوزن اللي هو نفسه فيه. فالكتاب ده بيتناول جزئين مهمين جدا. الجزء الاولاني ايه هي التغذيه والسمنه ومخاطرها ومشاكلها وشويه خرافات كده الناس بتمشي وراها على التغذيه، والجزء الثاني هو ازاي ان انا افقد الوزن واحافظ عليه. لان مشكله كتير جدا من الناس ان هو بيفقد الوزن كويس، بس بعد ما بيفقد الوزن بيرجع تاني. وبيرجع تاني بزياده، ويرجع تاني بالضعف. طبعا. فدي مشكله الناس كلها، ودايما يجوا لي العياده يقولوا لي الكلام ده، دكتور احمد احنا نزلنا 20 كيلو ورجعنا 40 كيلو. فانا ما شاء الله نزلت من سنتين بس دلوقتي رجعت، يعني انت في سنتين رجعتي الوزن وزياده؟ رجعت للاسف. فالحفاظ على الوزن هو ده المهم. اكيد. من اكل المحشي يعني. هو ده المهم. فانا الكتاب كله بقى ده خلاصه التجارب دي. اكيد. فهيفيد الناس جدا طبعا، وهيكون كتاب قوي جدا. استاذ احمد، من يعني من الحاجات الغريبه ان احنا بنكون قايمين من على الاكل وبرده نجوع تاني، فايه ده؟ دي بقى دي فعلا حاجه طريفه جدا الناس بتيجي تقولها لي. يعني مثلا هو بيبقى لسه قايم على وجبه الفطار. اكيد. ويشعر بالجوع. دي مشكله كبيره. يحس بالجوع تاني. اللي هو انا لسه واكل فانا جوعت ليه؟ القصه كلها في الكونتنت بتاع الاكل، هي المشكله مش في وجبه الفطار. يعني مثلا هو دايما الشكوى بتبقى في وجبه الفطار بالذات، فيجي لي الكلاينت او المريض يقول لي انا والله اكلت في الفطار وبعد كده جعت. فاحنا خلاص نستثني وجبه الفطار بقى، مش مهمه، انا بجوع بعدها وبضطر ان انا اكل كتير. لا، هي القصه مش ان انت تسيبها، هي الفكره في الكونتنت بتاعها، انت بتاكل ايه فيها. لو كلت سكريات اللي هي سريعه الذوبان وسريعه الامتصاص كتير، دي بتعمل ايه بقى حضرتك؟ بتعمل ارتفاع شديد جدا في نسبه الانسولين. فتبدا تعمل انخفاض شديد في نسبه الايه السكر في الدم. السكر. فبالتالي هو يبدا يشعر بالايه بالجوع مره ثانيه. بالجوع مره ثانيه عشان هرمون الغريلين بيبدا يتفرز، فيبدا الانسان يحس
بالجوع مره ثانيه، يبقى عايز ياكل ثاني مع ان هو لسه واكل. احنا فعلا بنلاحظ ان مريض السكر بيبقى عايز ياكل كتير قوي، بيبقى عنده بالرغم ان هو بيبقى ضعيف جدا يعني طبعا. وبيبقى عنده نهم شديد لان مستويات السكر في الدم هي اللي بتبدا تاثر معايا في حته الهرمونات المسؤوله عن الجوع. تمام، بس في حاجه بقى، في فرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. احنا ايه بقى الجوع الحقيقي؟ فرق كبير قوي. هي دي برضو من ضمن الحاجات اللي الجوع العاطفي ده. بصوا المصريين كلهم تقريبا يعني 90% من جوعهم جوع عاطفي، مش جوع مش جوع حقيقي خالص. يعني بتجيلي واحده مثلا انا كاتب لها في الفطار نص رغيف بلدي مثلا، وعندك وجبنه وفول وبيض وخيار وزبادي اكل مع كل دوت، هي جعانه انا ما شبعتش. فتيجي تقول لي ايه بقى يا دكتور احمد انا جعانه، وكمان خد بالك انا يعني عايز اكل شوكولاته. طب ازاي؟ اصل هبط. هي القصه هنا بقى، ده الجوع العاطفي بقى. الجوع العاطفي معناه ايه؟ ان انت بتبقى محتاج نوع معين من الاكل، نوع معين انت اللي عايزه. لكن الجوع الحقيقي ده قصه ثانيه خالص، انت فاهماني؟ الجوع العاطفي ده بينتج نتيجه ايه؟ نتيجه مشاكل، صدمات، مشاكل نفسيه هو كتير. هو في ناس يعني مشاكلها بتطلع غلها او مشاكل نفسيه كلها في وضغوط نفسيه. طبعا بيطلع مش فكره كمان بيطلع غله، هو بيحس بالجوع ده حقيقي فعلا، بيحس بالجوع العاطفي ده فعليا، بيبدا يشعر بنفس اعراض الجوع. بس بنقدر نميزها ازاي؟ هو بيعوض رد فعله على الناس في الاكل. برافو عليك. هو ده الحاجه الوحيده اللي بيملكها يعملها بحريته، فعايز بقى يعني يقضي على الخذلان ويقضي على المشاكل والضغوط النفسيه يطلع غيظه في الاكل. يطلع غيظه في انا بقدر اكل وباكل براحتي، اصلا انا مهبط. هو مش مهبط فعليا. لا، هي الفكره كلها في ان هو عنده جوع عاطفي عايز يسده. فدي مشكله طبعا. استاذ احمد، ايه اشهر الخرافات اللي بنسمعها عن التغذيه والرجيم؟ هو خرافات كتير جدا، بس خلينا نقول اشهرهم. هو الخرافات في الكتاب برضو. خلينا نقول اشهرهم. واحنا عندنا مثلا من ضمن الخرافات اللي هو يقول لك احنا عايزين ننزل وزننا فيلا نجوع بقى. النظام بقى اللي هو الكيميائي وما ناكلش خالص ونجوع نفسنا، طبعا دي خرافه شديده جدا. النقصان السريع في الوزن بيؤدي الى زياده في الوزن بعد كده، بجانب كمان هو بيأذي الجسم جدا. انت مثلا لو عندك في البيت حد جه قال لك الميه هتقطع، تعملي ايه؟ بنخزن ميه كتير اكيد. برافو عليكي، بتخزني ميه كتير. هي نفس الفكره. عندك المخ ده انت اصل انت انسان جوه انسان، فانت لما تيجي تقول له والله ده انا بجوع دلوقتي، اصل مفيش اكل، احنا داخلين على مجاعه، الجسم بيعمل ايه بقى؟ بيعمل رد فعل عكسي تماما، ما بيحرقش، بالعكس ده بيخزن وبيعطل جهاز الحرق او نظام الحرق. ولذلك انت لو ما اديتش جسمك السعرات الحراريه المطلوبه واللي هو محتاجها مش هيحرق. مش زي ما الناس فاهمه بقى، انت مثلا جسمك محتاج 3000 سعر فنديله 2000. هو رجيم مش جايه ان احنا نبطل اكل، لا، جايه وجبات معينه. رجيم معناها نظام. هي اصلا جايه من كلمه نظام، يعني كلمة ريجيم اصلا لو احنا جينا ندور على اصلها في اللغة اللي هي نظام في الطعام. نظام. بس عادة الشعب المصري بتاعنا بيمشي عليه فترة وبعد كده بيمل. لا بص، هو لايف ستايل، يعني لايف ستايل، ما بيقدرش ان هو يقاوم الحكاية. احنا بقى في الكتاب عالجنا الحتة دي. ما هو القصة عندنا ايه؟ انت لو فضلت اقول له كل وما تاكلش هيزهق زي ما انت بتقولي. بس الفكرة كلها في ايه بقى؟ لا، انت كل اللي انت نفسك فيه بس كله صح. انا مشكلتي مش في ان انت تاكل، مشكلتي في ان انت تاكل صح وتاكل لما تجوع. أيوة. مش تجوع عشان تاكل. انا اعرف ناس بتجوع عشان تاكل، يعني اعرف ناس وهي ماشيه داخله المول وهي ماشيه هو لسه متغدي، فهو ماشي شاف مش عارف فلان الفلاني مطعم كذا عجبته يخش عجبه الوجبه فيروح داخل وكده، يروح داخل بوظ الدنيا بقى. فمن ازاي؟ بس دي حاجه ما يقدرش يسيطر عليها صراحه. لا، ما ده ازاي بقى؟ ازاي؟ ما هو ده الجوع العاطفي. ما هو ده الجوع العاطفي. بس هو يعني هو ايه؟ هو بيجوع عشان ياكل وعايز. احنا عندنا الشهوه بقى، هو عنده شراهه للاكل او شهوه للاكل. فده الشعب المصري عاده بيحب الاكل، بيحب الاكل جدا، الاكل جدا من اكتر الشعوب. طبعا اكتر الشعوب اللي بتحب الاكل. وخدي بالك كمان ما بيركزش في اللي هو بياكله. لا لا، انت عارفه قطعه البوتيفور التذوق اهم حاجه. قطعه البوتيفور اللي هو بياكلها دي مثلا فيها حوالي من 150 سعر ل 200 سعر حراري. كم نهار ابيض. قطعه الغريبه نفس الكلام، حوالي 150 سعر قطعه واحده. فهو بيتحط قدامه الطبق. احنا اصلا عندنا نوع ايه؟ عندنا عاده اسمها تنظيف الطبق. احنا لازم الطبق يطلع نظيف. ده اساسي كل حاجه. الطبق لو طلع لسه فيه شويه بنحزن، بنتضايق. طبعا ازاي الكلام ده؟ فلو حطينا مثلا 10 قطع غريبه احنا بناكلهم، ال 10 في 200 بتكيف 2000 سعر حراري، يعني يوم انت اكلت يوم في طبق. انت متخيله؟ اكلت يوم في طبق. الكحكايه كانها رغيف بلدي، فانت لو اكلت 4 كحكات يعني انت اكلت 4 ترغيفه بلدي. لا، وبنزعل كمان. بنزعل من الليل. بنزعل. انت حضرتك ما خلصتوش الطبق ليه؟ بس. طبعا. ولذلك احنا في البلاد الاوروبيه والكلام دوت بتحس بتلاقي ان هم بيشتروا حتى اكلهم ازاي؟ بالواحده، مفيش حاجه بالكيلو دي، مفيش حاجه اسمها بالكيلو دي خالص. طيب احنا اتكلمنا عن الجوع وكده، احنا عايزين بقى نتكلم عن السمنه.
ايه هو مفهوم السمنه؟ المفاهيم دي لازم برضو تتوضح للناس. بص السمنه زي يعني احنا عندنا الاول جسم مثالي او وزن مثالي، بعد كده عندنا زياده وزن، بعد كده عندنا السمنه والسمنه المفرطه وهكذا. من زياده الوزن لحد السمنه او السمنه المفرطه هي كلها معناها ان احنا بندخل في جسمنا اكتر من اللي احنا بنخرجه. فبالتالي الوزن بيبدا يزيد. فاهماني ازاي؟ ان هي المعادله بسيطه خالص، عندنا سعرات حراريه مكتسبه وسعرات حراريه بنخرجها وبنحرقها. فالمكتسب ده او اللي احنا مدخلينه لو اكتر من اللي احنا بنخرجه فبالتالي بيحصل مشكله وبيحصل ازمه، يبدا الوزن يعمل ايه؟ يزيد، لان بيحصل تراكم للايه؟ للدهون وكده داخل الجسم. فبالتالي الوزن بيزيد. فهو السمنه تعرفها زياده الوزن. زياده الوزن نتيجه ان احنا بناخد سعرات اكتر من اللي بتخرج. يعني هي اسباب السمنه زياده ان هو ياكل اسباب كتير السمنه حاجات كتير. ياكل حاجات مش هي اسباب السمنه حاجات كتير. اكيد ليها اضرار طبعا. والسمنه ليها اضرار كتير. طب ممكن نعرف خلينا نقول اسباب السمنه مثلا. تمام. احنا قلنا المعادله البسيطه وقلنا الاساس بتاعها يعني المبدا اللي قائم عليه او الناتج عنه السمنه ان احنا سعرات حراريه زياده اكتر من اللي احنا بنحرقها. اسبابها كتير. رقم واحد ان احنا عندنا مثلا عوامل بعض العوامل الوراثيه. بس احب اوضح برضه في الحته دي، احنا عندنا الوراثه في وراثه حتميه وفي استعداد وراثي. احنا ما عندناش حاجه اسمها وراثه حتميه، يعني مش كل حاجه لازم نرميها على الوراثه، اللي هو ازاي بقى اصل انا بابا وماما تخان فانا لازم اطلع تخين. مش لازم. لا مش لازم. هو مش لازم، هي الفكره كلها ان انا مؤهل او عندي استعداد وراثي ان انا ابقى تخين. امتى؟ لما اعمل العادات السلوكيه الخاطئه. فده اول سبب، هو العادات السلوكيه الخاطئه. تمام. في الايه؟ في الاكل وتناول الاكل. دي ناتجه عن الاهل برضو، يعني طبعا لازم هم اللي يرتبوا النظام. دي الوراثه بقى، هي الوراثه في العادات احنا السلوكيه. احنا عاده بناكل الطفل اول ما بيبقى عنده خمس احنا شهور. احنا بنورث عادات. احنا بنورث عادات. الاكل بيفرق، انتوا بتدوا اي حاجه طبعا. تاني الولد بيطلع زبادي وده وكل حاجه. بعد كده بنشتكي السمن بقى ومش السمن. واحنا اللي بنمشي اصلا، احنا اللي بنجيب له كيس الشيبسي اول مره. خد يا بابا الشيبسي. وبعد ما نجيبه له احنا اللي بنزعله عليه تاني مره. بنقول له ده مضر وما ينفعش تاكله. انت اللي اديته له من الاول. كمان اللي جبته له اول مره، هو كان بيبي في البيت ما كانش يعرف حاجه. أكيد. فاحنا اللي جبناه له دخلنا عليه وقلنا له خد يا حبيبي. طيب فهي اول حاجه موضوع العادات الخاطئه. استاذ احمد، طب انا مش عارفه برضو، في ناس بتزيد بسرعه وتقل بسرعه، فايه الفكره في كده؟ بمعنى يعني بيزيدوا في الوزن وتلاقيهم قالوا في الوزن. الانسان بيزيد وزنه، بيزيد ويقل. ويقل يعني يزيد مره واحده ويرجع بعد كده. ما هو ده على حسب بقى الظروف اللي هو كانت يعني محيطه بيه في الوقت ده. زاد بسرعه ديت يبقى هو كان بياكل كتير وما بيعملش نشاط. تمام. انت واخده بالك؟ قل بسرعه يبقى عندنا ممكن يكون هو بدا يبذل نشاط او كده. ولكن لو زي ما انت بتقولي او زي ما انا فهمت منك ان هو بيزيد بسرعه، نفس الشخص يعني بيزيد بسرعه وبيقل تاني بسرعه، ممكن يكون عندنا خلل معين لازم نبحث وراه ونشوف. انت نظام ايه بقى يعني؟ تحاليل؟ بنعمل تحاليل طبعا، نشوف نظام الحرق بتاعه ونشوف الكلام ده كله. يعني هي بتبقى مشكله في الجسم موجوده. طبعا. ما هو بيزيد زياده غير محسوبه فجاه وبينزل فجأة. ده فعلا في كتير جدا كده. كتير جدا، يبقى ده لازم نعمل له انفستيجيشنز وتحاليل وحاجات عشان نقدر ان احنا نعرف المشكله في ايه. طيب في برضو ناس سالوني يا دكتور قبل البرنامج عن فاتح الشهيه. في ناس لما تلاقي الطفل بتاعها نحيف جدا، ابسط حاجه من دون اي علاج او بدون اي استشاري الدكتور، نروح نجيب فاتح شهيه من الصيدليه. طب ده ليه اضراره؟ بيني وبينك انا ما بحبش بصراحه القصه دي، ما بحبش اللي هو الدكتور اللي في كل بيت ده. انا مش عارف ليه برضو من ضمن الحاجات المتوارثه في مصر ان عندنا دكتور في كل بيت. الام تصحى من النوم ابنها مش عارف عنده ايه، فتوصف له هي العلاج وتصرفه له وتديه له. لا بس هي مجرفه فبالتالي معلش ممكن تكون جربت مع اخوه بس مش هو. يعني علاج على يعني علاج شخص عن شخص بيفرق اكيد. الجرعه والشكل والنوع والطريقه واصلا السبب ايه، يعني احنا عايزين نعرف هو شهيه ده مقفوله ليه وشهيه ده ليه. ويمكن الطفل الاولاني كان عنده مثلا فطريات ولا ديدان ولا عنده مشاكل، ممكن الثاني عنده جرثومه المعده، هتدي له فاتح شهيه وهتاكليه مش هيحصل له جديد برضه، لان عنده جرثومه المعده. فماني في الجرثومه دي لازم تتعالج لازم، فده تخصص تاني ودكتور تاني ولازم يتابع معاه. ممكن يكون عنده انيميا، ممكن يكون عنده مشاكل في حاجات كتير، فلازم نعرف ايه السبب. ممكن يكون عندنا الغده فيها مشكله، هرمون النمو ممكن يكون فيه مشكله، فلازم نعرف ايه السبب بعد كده نعالج. اذا عرف السبب بطله العجب ونقدر ان احنا نوصف العلاج بشكل سليم. تمام. طب استاذ احمد معلش احنا بنتكلم عن السمنه، انا عايزه يعني عندك النحافه ازاي الشخص يزيد؟ ما هو ازاي يزيد دي بقى ليها طرق كتير. استاذ الصور حضرتك هتعلق عليها الموجوده الدكتور. دي الشهادات بتاعتي اللي انا حصلت عليها، ده بقى برضو خلال 11 سنه يعني من الدراسه. انا ما بكلش عن الدراسه بصراحه، بحب ان انا
لا هي الدراسه مهما العمر برضه لازم يعني تدرس. ما بحبش ان انا ابدا اقعد يعني انا لان كل يوم خدي بالك في جديد. انا وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي في جديد. الصوره دي يا استاذ الصوره ديت كانت والله مع ناس في العياده كانوا بيزوروني يعني من الوزاره وكانوا كنت مقابلهم في العياده عندي يعني. جميل جميل جميل. النحافه لازم نعرف برضو اسبابها الاول. فانا اول ما اعرف اسباب النحافه اقدر ان انا بناء عليها اعمل ايه؟ اعالجها. النحافه عندنا ليها اسباب كتير. ممكن يكون عندنا مشكله في نظام الحرق في جسم الانسان. ايه الغده فيها مشكله او الهرمون فيها مشكله. ولو هو خلل هرموني فده لازم بيتابع مع دكتور غدة صماء وكده عشان يظبط المشكله دي. ممكن يكون عندنا انيميا لان الانيميا طبعا بتسبب النحافه وبتسبب حاجات طبعا كتير. هي سبب في حاجات كتير اساسا. ممكن يكون عندنا مشكله في الهضم لان خدي بالك انا عندي نحافه معناها ايه؟ ان انا السعرات اللي محروقه اكتر من اللي داخله. ما هي عكس السمنه. فهي محروقه زياده ليه بقى؟ محروقه زياده ليه؟ عشان عندنا حاجه من الاثنين يا اما سوء امتصاص يعني باكل كويس جدا بس عندي سوء امتصاص وسوء هضم فبالتالي الاكل ما بيبانش عليا او ان انا ما باكلش كويس اصلا. مشكله كبيره طبعا. فاهماني؟ لو ما باكلش كويس فاحنا ممكن بنعمل فاتح شهيه وبنشوف برضو السبب ان انت ما بتاكلش كويس ليه. لو باكل كويس جدا بس عندي مشكله في سوء الهضم او عسر الهضم بيبدا ان احنا نعالج ده. لا هو في بياكل كويس جدا بس برضو ما مش يبقى عندنا بقى مشكله يا اما خلل هرموني يا اما عندنا مشكله في الهضم او في الامتصاص. ده بيعمل تحاليل بيعمل تحليل على طول. تمام. بيعمل تحاليل يعني بنبدا ان احنا نعرف مثلا بنعمل سوره الدم بنعمل تحليل براز بنبدا ان احنا نعرف المشكله في ايه ونبدا ساعتها بنعالجها بسهوله جدا. طيب احنا اتكلمنا طبعا عن الامهات وسلوك الامهات مع اولادهم وكده. كنا عايزين بس النصائح حول سلوك تناول الطعام. يعني طبعا بيبقى في نصائح اللي تنصح حضرتك ازاي الام او الاهل ان هم ياكلوا لاطفالهم. احنا مش هننصح ياكلهم ايه، احنا ننصحهم ياكلهم ازاي. يعني ياكلوهم ازاي ايه. انا كدكتور احمد بعيدا عن اي حد بشايف ان الاكل اللي ربنا خلقه كله مفيد. مفيش حاجه ربنا خلقها وحشه بس التنظيف. أيوة في حاجات بتزيد في حاجات بتقل. لا ما بص هي طريقتنا احنا في تناول الطعام هي اللي مشكله، هي الغلط مش الاكل اللي مشكله. تمام. خالص التنظيم. طبعا مشكلتنا التنظيم احنا مهم في طريقه جداً. الاكل. فانا انصحهم ان هم ياكلوهم ازاي. خلينا نقول نصائح شويه نصائح مثلا مهمه جدا. طبعا غسل الايد ده مهم قوي قبل الاكل وبعده عشان ما يحصلش اي مشاكل عندنا. رقم اتنين عندنا مهم جدا ان احنا ناكل ببطء وقطع صغيره. لازم ناكل ببطء وقطع صغيره. ليه بناكل ببطء؟ عشان يبدا ان الجسم اصلا يستوعب الاكل اللي انت اكلته ويقول لك امتى شبعت. ساعات احنا بنبقى شبعنا قبليها بنص ساعه واحنا لسه عمالين مستمرين في الاكل. ليه بناكل بسرعه جدا؟ ده فعلا. وليه قطع صغيره؟ عشان المضغ يكون جيد. كل ما المضغ يكون جيد احنا حلينا مشكله الهضم والامتصاص فبالتالي الغذاء بقى سليم. تمام. لازم نهتم طبعا بالالبان. مفيش حاجه اسمها ان يوم يعدي من عمرنا ما فيهوش منتج البان. طب ما في اطفال ما فيش خالص اللبن. لازم بدائل. انت عندك اللبن، عندك الزبادي، عندك الجبن، بس لازم في منتجات. النوع ده انا ما بحبوش. في اطفال في اطفال اصلا بيكرهوا اللبن يا دكتور. يعني في اطفال لازم يحبوا ما بيحبوش اللبن خالص ولا الزبادي ولا اي كده. حاجه. يعني انا ولادي بيكرهوا اللبن خالص والجبن. مين برضو اللي خلاهم ما حبوهوش؟ يعني برضو اصل دي قصه كبيره شويه. والله احنا بنحب الجبن واللبن. فهماني؟ احنا لازم ان احنا بنعلمه وبنعرفه الصح فين والغلط فين. اصل انا هقول لحضرتك مثلا ايه، هو دلوقتي اللبن والزبادي الحاجات دي مهمه جدا هنستثنيها. طب ما خلاص كده الوجبه بقت ناقصه. ما تجيش بعد ما تستثني دوت تيجي تقول لي ابني تعبان واعالجه لي. ما هو الحل كان في ايديكي اصلا في البيت. فاهم انا قصدي ايه؟ بتبتدي من البدايه اساسا. من البدايه طبعا طبعا من التاسيس اكيد طبعا. ممنوع ان احنا المواد الحافظه دي ممنوعه نهائيا. المواد الحافظه دي موجوده طبعا في حاجات كتير. ممنوع ان احنا ناخد اي حاجه فيها ماده حافظه. لازم من ضمن العادات السلوكيه ان احنا ناكل واحنا قاعدين، ناكل وسط ماما وبابا، ناكل مع بعض. مفيش حاجه اسمها بناكل واحنا بنجري. كل واحد ده ياكل لوحده. كل واحد ياكل وهو قاعد على الموبايل بتاعه. وده اخطر حاجه. انا اكل وانا ماسك الموبايل والفيسبوك وباكل مش عارف ايه وبعمل ايه. انتشرت جدا الظاهره دي جدا. ده الموبايل بقى في الحمام فطبعا مش مشكله. فعلا بقى في الحمام مشكله. طب استاذ احمد امتى اقدر ان انا اخلي ابني ان هو يدوق يتذوق الاكل يفهم ده ايه وده ايه؟ يعني من سن كام؟ هو بياكل من سن 6 شهور المفروض بيبدا ياكل. بس احنا من سن 6 شهور بناكله يعني حاجات معينه. 8 شهور حاجات ثانيه، سنه حاجات مختلفه وهكذا. فهو بيبدا يدوق من 6 شهور. بس هي الفكره كلها ان انت قدم له كل الطعام. دي نقطه. النقطه الثانيه احنا زي ما احنا قلنا ايه، هو بيرث عادات. يعني مفيش حد يجي يقول لي ايه الواد طالع انت واخده بالك ما بياكلش الباميه لابوه. لا هو مش طالع لابوه. هو طالع زي ابوه. زي مش ليه. ليه ديت جينات ووراثه وحاجات ثانيه، لكن هو زي ده سلوك.
هو طلع ما بياكلش شاورما زي بابا ما بياكلش فعلا مش بياكل زي بابا فعلا هو شافه قال خلاص انا مش انت لو حضرتك بقى ما بتاكلش حاجه مثل انك بتاكلها او ما تقولش كلمه انا ما باكلهاش حطها على الترابيزه وخلاص ما تمدش ايدك فيها بس ما تقولش الكلمه دي ليه عشان ابنك يطلع سوي بقى ويطلع كويس ويطلع بياكل كل الاكل لان لو عنصر واحد او حاجه واحده قلت او نقصت هتجيلي في الاخر وتقول لي ابني عنده سوء تغذيه وعنده مشكله تمام في حاجه برده يا دكتور يعني برده انا عايزه اعرفها وجبه البيض يعني مثلا انا لو انا كل يوم اديت مثلا لابني بيضايه ياكلها على الفطار جنبي مثلا بطاطس او كده هل البيض مضر ما ياكل كل يوم كل يوم بيض مش مشكله خالص لو كل يوم بيضايه واحده هي لو واحده مش هتضر اكيد لكن لو زودت في ناس قالوا كتر البيض غلط لا ما هو انت بتتكلمي حضرتك عن بيضه واحده خدي بالك من كل اكل احنا لينا حصه حاجه اسمها حصه يوميه يعني من كل نوع من انواع الاكل حصه يوميه فانت بتدي له بيضه ده كويس مناسب بيضايه يوميا يعني سبع بيضات في الاسبوع حلو لكن في ناس بتاكل سبع بيضات في اليوم فده اللي مشكله بقى 7 7 49 بيضه في الاسبوع ده يجي له مشاكل طبعا يعني يجي له مشاكل ياكل كتير كل البيت دوت لا عندهم نفس ما شاء الله الله اكبر عليك تمام استاذ احمد تحب تضيف حاجه اضيف ان احنا عايزين يعني نغير من سلوكياتنا في الاكل يعني دوت بنعمل مشاكل يعني احنا فعلا بنعمل مشاكل مشاكل نفسيه ومشاكل لحاجات كتير جدا السمنه دي كارثه السمنه دي كارثه وخصوصا السمنه الموضعيه اللي هي في البطن او في الكرش زي ما بيسموها دي لا قدر الله بتجيب سكر بتجيب ضغط بتجيب مشاكل كتير قوي غير ده يعني بعيدا عن كل دوت حتى هي بتبدا ان هي تعقني عن ممارسه حياتي بصفه طبيعيه او بصوره كويسه تخيل بقى عندي انا كان في مريضه يعني حصل لها مشاكل في الركبه فمش عارفه تعمل العمليه بقى لها 3 سنين مش عارفه تعمل العمليه عشان مش عارفه تخس طبعا لان هي لو عملت العمليه ده كمان العمليه هتفشل تورم العمليه هتفشل بقى طبعا خدت بالك يعني هي حتى لما قالوا لها ان حل الركبه عندك في العمليه ما نفعتش العمليه لان هي تخينه فهمت اقصد ايه؟ فالسمنه هتاذيك بشكل مباشر او غير مباشر. ممكن حد لا قدر مثلا يحصل له حادثه يحصل له اي مشكله. اكيد. ما يخفش بسرعه زي الانسان الطبيعي لان وزنه تقيل. انت فاهمه ازاي؟ يعني بتعوق حياتك بشكل جامد. طبعا. السمنه والوزن الزائد. طيب برضو بس احمد في ناس في الجيم بياخدوا باودر بياخدوا الحاجات دي. بص على موضوع الجيم ده بجد يعني خلينا نتكلم في النقطه دي بقى ايه يعني بشكل في باودر كده وحاجات كده بياخدوها كتير. احنا خلينا نقول لك ايه بقى احنا عندنا سيان جيم ولا سيان غيره انا اتمنى ان كل الناس ما تتكلمش في حاجه هي مش تخصصها او مش درسها بس للاسف احنا دلوقتي بنصحى من النوم بنلاقي مش عارف مين اخصائي تغذيه وبنلاقي مش عارف مين خبير في مش عارف ايه وانت اصلا دراستك ايه تلاقي ان هو في الاخر مثلا ابتدائيه او حاجه فدي مشكله طبعا انت عايزك تتكلم في حاجه تخصصك او درستها او اشتغلتها انت واخده بالك اشتغلت عليها ودراستك وحته بقى الادويه والبودر انا بنصح كل الناس ان انت ما تاخدش حاجه الا من اخصائي عارف شغله وفاهم شغله وبيديك حاجه لا سليمه لا الشباب بتفرح لكن انا هروح الجيم بودر تلاقي جسمه نفخ وبعد فتره الاقي بودر وحاجات مشاكل كتير البودر دي بتسبب مشاكل كتير جدا جدا لو مش بجرعات كويسه ولو مش بطريقه مناسبه ولو هي نفسها مش مغشوشه دي بتاثر نفسيا اساسا وبتاثر هرمونيا وبتاثر على حاجات كتير جدا لو هي كمان مش مضمونه انت للاسف الحاجات اللي دلوقتي في حاجات كتير جدا بقت مالهاش مصدر ملوش مصدر ده بيضر اكتر ما بيفيد هو كمان في حاجه يقول لك انا هروح الجيم وهعمل تمارين رياضيه وهاكل كل حاجه وهخس بقى الجيم ده بديل ما دي من ضمن الخرافات برضو اللي هو مثلا يطلع حد بدون ذكر اسماء بقى انا الحل عندي هتاكل كل اللي نفسك فيه وهتخس والله يا استاذ احمد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه بجد يعني شرفتنا النهارده في الحلقه واستفدنا كتير وعايزين نقعد كتير وكتير مع حضرتك شرفنا بجد باستاذ احمد وكل سنه وحضرتك طيب يا رب دايما كل الناس طيبين يا رب ونستفيد منك دايما وان شاء الله لينا حركات تانية مع بعض باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله شرفت بك يا استاذ احمد استفدنا من حضرتك شرفنا بحضرتك يا استاذ احمد شرفنا بكم